اختفت فجأة، وطبعا كيف بدهم يقولوا هالشي لنرمين مو عرفاني كيف؟ حلو ما هيك؟ عجبكم صح؟ واستعجلت فيه شوي، بس هالوردة بآخر لحظة وبآخر دقيقة أحسن حطها. حلو حلو كتير. والله بعشرة أيام يا دوب لحقت ظبط حالي، يعني لو في وقت. نرمين حبيبتي، برأيك أنتوا ما تسرعتوا بقراركن شوي؟ حبيبتي هي قصدها إنه أنتي واحدة كتير بتهتمي بالترتيب والتفاصيل الصغيرة، يعني قصدها شايفينك مستعجلة بالقصة. هذا هو رأينا. أنتوا طبعاً معكن حق، وأنا وحسان حكينا بهالموضوع وبعدين قررنا إنه ما في داعي نستنى أكتر، وبمساعدتكن أنتوا كتير شغلات كانت سهلة علينا. طبعاً نحنا بكل موضوع رح نساعدكن، بس قصدنا لو على حسان كان بده يلبسني فستان العرس فوراً. بس أنا بالزور غيرت له رأيه. ولو كان علي أنا ما بدي أعمل العرس بمطعم ومع عشب نوم، بس حسان بده كل شي يكون حلو. هذا حسان. عفواً يا بنات، بدي أحكي معه. ألو؟ أهلين حبيبي، كيفك؟ فهموني شو رح يصير هلأ؟ شلون بدها تقبل تاخد واحد مجرم؟ هذا الشيء ما بيصير. ياسمين كرمال الله سكتي، مانك شايفتي قديش مبسوطة؟ من وين بدنا نعرف إنه هو مجرم حبيبتي؟ واحدة مجنونة إجت وزتت كلمة وحركت كل شيء وراحت، بركي كذابة وبركي مجرم، بركي طلع قاتل. بعد ما توقع هالوقعة منقول الله يرحم نرمين. طيب حبيبتي، إذا كان في هيك شيء كانت الشرطة أول من بيلاحقوا للزلمة. شبكي؟ بدي إلكن شغلة مهمة، نرمين مصدق إنه مانو مجرم، وشو ما عملنا هلأ رح يكون على الفاضي. لكن شلون على الفاضي يا بنات؟ مرته للزلمة مختفية وما لقى أي أثر. الزلمة ما حكى هذا الشيء لنرمين. يا جماعة هذا واحد كذاب كذاب كذب عليها من الأول، شو بدكن أكتر؟ ياسمين نحن هلأ إذا قلنا لا تعملي هيك رح تكرهنا كلنا، رح تقول عم يوقفوا بيوشي ويضايق الموضوع. إيه وإذا هتقول أنا والله ما رح أتركها لرفيقتي بهذا الظرف، عم تتجوز هذا المجرم مستحيل أقبل. هذا غلط ياسمين. غلط غلط غلط، أنتوا كلكم بتعرفوا إنه هذا الشيء غلط. كلكم سكتوني، ما رح أسكت. شو الغلط؟ ليه سكتوا يا بنات؟ نرمين يعني طالما سمعتي شو كنا عم نقول خلاص ما عندي حل غير إنه أفسر لك هالشي. حبيبتي شوفي، أنا هلأ بدي، أنا بحبك مثل أختي الكبيرة، وهذا الشيء بتعرفيه منيح، يعني نحن مثل الإخوات، هذا غير إنه جيران من سنين طويلة من زمان. بس هذا الشيء غلطة كبيرة، وأنا ما رح خليكي تعملي هيك غلطة نهائياً. عن جد أنت ما لازم تتجوزي لهذا الزلمة، مستحيل خليكي. طبعاً طبيعي إنه رفقاتنا يتدخلوا حتى بأمورنا الشخصية، بس العريس ما لازم يكون واحدة من هالأمور. آه الوردة، هاي الوردة شيليها وزتيها بوشه، كتير بشعة مو حلوة والله. ياسمين حبيبتي أنا كمان ما كنت حاببتها، معك حق، كتير مبالغ فيها ما هيك؟ وقفي هلأ بشيلها فورا من هون. هلأ رح شيلها، أنتي لا تخافي أبدا. شوفي كتير صعبة وهالحياة أحيانا ما بتناسبنا أبدا. شو قلتي؟ شو قلتي؟ والله مثل ما حضرتك سمعت يا لؤي بيك. لك فهميني انتي لسه شو بدك مني؟ يا صارت وصارت، خدي اوعي الداخلية ولا تنسى تحسب هدول الكنبايات كلهم وشاشة البلازما كمان سجلها معهم، وكل اغراض المطبخ مع الكاسات والصحون كمان سجلهم. انتي جنيتي يا زيزي، اخدتي كل الاغراض، انا شو بدي اعمل بحالي؟ بدك ياني اعيش فوق الشجرة يعني؟ والله صاير عم تشغل مخك وتطلع معك افكار كتير حلوة. زينة لحظة سيد لؤي، قالت صحيح انت صحيح انا لهلا ساكت لك على طوق اللولو اللي سرقته، بس اوعك تفكر اني رح انساه. شو قلتي سرقته؟ لك هاد من مالي، بعدين هذا كان للمرحومه امي، ستي نقطتها اياه بكتب كتابها، هذا من تراث العائله تبعنا، هذا بيخصني الي. مزبوط، بس من زمان كنت تقول انه ما في فرق بين عائلتي وعائلتك، كنت تقلي اني صرت واحدة من عائلتكم مزبوط، بس كله طلع حكي مو اكثر. لا تقرب على الاكل تبعي اوعك. بس أنا كتير جوعان سيسي. الدكتور تبعك شو قالك؟ أحكي شو قالك؟ الشحوم نطت عندك للتلاتمية، هذا من كتر ما بيأكل ما ضل مرض إلا وصار معه لساته. ها 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 كتير ضحكتيني. خلص له قلبك، بكفي حاجتكن خنابة، هيك بحياتكن ما رح تصلوا لنتيجة وتحلوا الموضوع أبدا. وبعدين حتى لو بدكن تطلقوا خليكن محترمين بعض،
انتو صار لكم سنين متزوجين وعايشين سوا، يعني من هلأ لتموتوا ما رح تنسوا بعضكم. قلتلي لنموت ما؟ خد روحي صحتين، كله كله صحة. صار له 10 أيام قاعد بالأوتيل، قلو للقاضي هالموضوع، تارك بيته ومرته وعم يبهدل حاله بالأوتيلات وصايرة حياته مثل متشردين، أنا بجلسة واحدة بدي أتطلق منه. أنتوا لا تشوفوا الصالون صغير، بس يفضى من الأغراض ببين أكبر من هيك، وحسب ذوقكم أنتوا بتفرشوه وبتمدوه، بس خدوا قرار. شو عم يصير هون؟ أنتوا كيف فتوا على بيتي؟ فتنا بالمفاتيح، كيف بدنا نفوت يعني؟ بالمفاتيح؟ مين أنت؟ ومين أنتوا كمان؟ السيد لؤي قال بده يبيع البيت وعطانا المفاتيح. قال لك بده يبيع البيت؟ نحن ما بدنا نبيع البيت يا أخي، البيت بيتي مو للؤي. يلا اطلعوا لبرا وإلا بتصل بالشرطة فورا. يلا يا خانم، أنا والسيد لؤي اتفقنا نحن ما لنا أولاد صغار. اطلع لبرا وما بدي شوفك هم مرة تانية، عم تفهموا؟ لا، الجايين يشتروا البيت أنا بورجيكن. والله ما بعرف شو بدي لك يا جمال، لك لو أي عرض البيت للبيع ما بقدر استنى لبكرة وطنش الموضوع. خلص خلص فهمت عليك، ماشي أنا بعرف كيف حل الموضوع بطريقتي الخاصة ولا يهمك. لا 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 لا، أنا بهتم بالموضوع. باي. تفضلي يا خانم، قولي لي كيف بقدر ساعدك؟ ممكن تعطيني رقم غرفته للسيد لؤي طاشلان؟ أنا مرته. أنا آسف ما بقدر ساعدك بهالشغلة هي أبداً. لا مو على كيفك، بدك تقول قديش رقم غرفته، وإلا بروح فوراً وبشكيك للمدير تبعك وبقول له إنك ضمن ساعات العمل عم تلعب على الكمبيوتر. لا وفوق هذا كله بساوي لك فضيحة بلم عليك كل الناس، وبخليك وقت تشوفني ما تحط عينك بعيني. عم شوف لك هلأ رقم غرفته 6010، بس هو نبه علينا ما بده حدا يزعجه، إذا بده يخليني خبره. أصحك حابة فاجئه اليوم. شو؟ قلعتك من البيت؟ لا تقولا. شبك ولا ما قلت لك إنه ما بدي حدا يزعجني بغرفتي يا أخي؟ لو أي؟ أنا زينة. يلا برجع بحكي معك بعد شوي، يلا بخاطرك. زينة خانو، أهلا وسهلا، خير إن شاء الله. شو اللي صاير معك لحتى جاي لعندي؟ أنا إجيت مشان ودعك يا لؤي. شو ما بدك تقلي تفضلي؟ جاي تودعيني، خير لوين بدك تروحي؟ بدي ارجع على ضيعتي لؤي، رايحة لعند امي. ها قلتي لي لعند امك، بس اللي بعرفه انه انت وامك على طول متخانقين مع بعض وبحياتكم ما اتفقتوا. والله مجبورين ورح نتفق. ايه والبيت شو وضعه؟ والغراض والعفش؟ لك بس فهميني، انت مبارح بتحكي شي واليوم شي تاني، شو قصتك؟ رح اترك لك كل شي. بتعرف انه انا ما عاد يهمني البيت كله؟ انا ما بعيني لا المال ولا الاملاك يا لؤي. ما بدي شي بعد ما انتهى الحب الكبير اللي بيناتنا وراح. اليوم الصبح بعرف اني جرحتك بكلامي وقلت لك انك غبي، انا آسفة سامحني. انا تعبت من المشاكل وما عاد فيني اتحمل اكتر من هيك، اعصابي تعبت ومليت من هالوضع لؤي، ما عم اعرف افكر بشي. الحياة كتير سودة وكتير ظالمة،
وكتير قاسية. ما بستاهلك عن جد، أنا ما بستاهلك. المال كذبة والأملاك كذبة، لازم تعرف هالشي لؤي. بسيطة، أنا صار لازم أمشي هلأ لأنه بدي جهز شناتي. بعتذر منك. برافو، عن جد والله برافو. شو هالتمثيل الحلو هاد، فاجأتيني والله. دمع عيوني يا زينة، بس ما بيمشوا علي حركاتك. أنا بدي بيع هالبيت، عم تفهميني؟ بدي بيعه للبيت، نقطة، انتهى. أعلى جستي ما رح خليك تبيعه، وهالدلال إذا رجعت شفته مرة تانية رح أقتله وندفه بسناني. بعد من هون، هذا طوقي وبدي أخده. هذا أمك جابت لي إياه وما تحلم تاخده مني. بالله شو؟ هذا من حقي. ألو جمال، هذا لؤي جن رسمي، بده يعمل أي شيء لحتى يبيع البيت. لازم نعمل شيء لنوقفه. بكرة من الصبح لازم ننزل على الطابة وماشي. آه، هاد رأيك بالموضوع؟ لا طبعا، بدي يجي لعندك. ما فشل أعطيه، طلع حلو، كتير بسيط وأنيق ومميز، والله أحلى من اللي بالمحلات. شوفوا ما أحلى، كتير مرتب، ما بيشكي من شي. آه زينة، شو شارية كل هالغراض حبيبتي؟ أي نعم، هدول الغراض فتلت الدنيا للاقيتهم ياسمين. إيه، ليكون هذا اللي بدك تلبسي؟ إيه هذا هو. شو بو؟ كأنه مو عاجبك مو؟ يعني هديك السنة خيطته بعرس بنت خالتي ولما لبسته طلع علي كتير حلو. حلو يعني طبعا عجبني، بس الفكرة إنه قصته كتير عادية وشايفته كمان سادة وما في حركة. ما تلبسي هاد ياسمين، كتير حلو. هذا ماله تبعي حبيبتي، هذا فصلته لشكرية وما بقدر ألبسه. ايه وشو فيه يا حبيبتي، بجنن ورح يطلع عليكي حلو ياسمين. اسمعي مني لحظة لحظة، أنا رح زبط لك عليه شغلة بتلبسيها. استني لحظة لشوف وينه. شوفي هاي تحته بتاخد العقل وكتير لابقين لبعض. شوفي وبتحملي هاي الشنتاية بإيدك، وصدقيني رح تطلعي بتاخدي العقل. الله وكيلك. شو قلتي زينة؟ أنا مالي مرتاحة أبدا. ليش؟ البسي هذا الفستان والله كتير حلو. ما بدي روح شوف كينان المسا، بحبه لغسان وحاسة اني عم خونه. لا حبيبتي فهميني، شو دخل هاي بهاي؟ هو عاش عمل مو اكتر من هيك. خايفة كتير، بركي شي حدا شافني وحكاله. وهو من وين بده يعرف؟ ومين رح يحاكي؟ شو نسيانة انتي انه الزلمة بغيبوبة اصلا؟ ايه ما رح يضل طول عمره بهاي الغيبوبة، شبك الا ما يفيق اكيد، مو معقول. بعدين بركي شي دكتور حكى له القصة أو شي ممرضة حكيت، ما بيصير. كمان ما بتعرفي أنا ما بقدر كذب، طق إذا ما حكيت له كل شي. مستحيل زينة، أنا بدي روح خمس دقايق بس بحكي لغسان وبرجع لك. وقفي شبكي، وقفي يا مجنونة وقفي. خلينا بالأول نشوف شو رح تلبسي، وبعدين بتفوتي بتغيري ومنعمل لك شوية مكياج كمان. وغسان وقت بيشوفك لابسة ومزبطة حالك ما بتلاقيه غير فاق. شو قلتي؟ رح يفيق ما؟ جمال كيفك؟ من وين طلعت هالبنت؟ هي بنتها لمنور، بس جبتها معي مشان القاضي يحن علي، فهمت؟ شو عم تقولي؟ صايرة عم فكر أكتر منك بالقصة جمال، شبك؟ فهم علي، يعني بس يشوف القاضي رح يشفق علي أكتر. إيه بس ما في داعي لهالحركات، هلأ نحن قدمنا الطلب وأصلاً البيت مكان إقامة العيلة. لك طابوا البيت باسمه للؤي، حتى إذا كان البيت مكان إقامة العيلة إذا حبي بيعه ببيعه. عم تحكي مثل الجاهلين، مدري شو صار لك.
مامي بتعرف من زمان كان بده يكتب لي البيت باسمي وترجاني مشان وقع، بس مخ ما كان فيه. الحق علي ما اجيت وخلصت من القصة، ضليت قول اليوم وبكرة لصار اللي صار. بسيطة، انت بس تفوت لجوا خلي الباب مفتوح شوي جمال، ماشي؟ يا مدام الملف صار قدام القاضي، وإذا عرف من النفوس إنه هيمنة بنتك مشكلة. ما رح يعرف يا أخي، ما رح يعرف. امسك، القاضي بيتأثر باللي بيشوفه قدامه. قال دارسين، قال بس شو عم تدرسوا ماني عرفانة، خبرتكم بالحياة صفر. شوف هلأ مامي. يا روحي كيف؟ يلا تعالي تعالي لشوف. تعالي يا عمري، اتركوا للباب مفتوح. بس يا مدام. يلا. طيب. يا عمري يا بنتي لا تبكي يا روح أمك. سيادة القاضي، نحن قدمنا طلبنا بالملف وموكلتي وضعه مو سهل أبدا. لا تبكي يا روحي، انتي لا تبكي. ماما روقي شوي يا روحي روقي. الطرف الثاني عم يطلب بيع البيت، ما هي هذا اللي بده. يا عمري موكلتك لساتها مقيمة بهذا العنوان؟ اي نعم سيادة القاضي. خلص يا عمري. طيب خلص فهمت عليك، تفضل. شكرا كثير لتفهمك. ولو خاطرك. الله معك. خاطرك سيادة القاضي. الله معك يا اختي. بتعرفي لو انت بتشتغلي ممثلة كنت اخذتي الاوسكار من اول فيلم عملتيه. عجبتك ما؟ لو ما كنت معك اكيد ما كان مشي الحال. امشي هلا، خلينا نروح على دائرة الطابة ونبلش بالمعاملة، شو رايك تجي معي؟ لا، إذا أنا بدي روح معك لكل محل وأعمل كل شيء، أنت شو عم تعمل لكان؟ أنا عندي عرس ولسه ما رحت على الكوافير، بالإذن منك. برافو عليك يا روح. زينة قررت إنه تبعد عن العالم والمشاكل وترتاح فترة، وأخذت معها رفيف على الفندق، بس بالآخر ضلت لحالها. وطبعاً بالأول كل شي كان حلو وما كانت عم تحس بالوحدة، بس لما قررت تنزل تتعشى بالمطعم انتبهت إنه كل اللي حواليها كانوا عيال ومبسوطين مع بعضهم. وتذكرت إنه هي رح تتطلق، وبكرة لما ترجع وتقعد ببيتها لحالها رح تعاني كتير من الوحدة القاسية. إيه لا هيك كتير، لك هذا الفندق صاير مثل سفينة نوح وكل شي بقلبه زوجين العمى. قديش صغيرة هالدنيا يا خانو. فراس مرحبا زينة خانو. لا مهلك يا زلمة، شو صار لك؟ شو عمل؟ مو بقصدي حمدي. اصحك تطلع صوت تاني. ها طالما زينة مانا بالبيت بدي ضب غراضي ونحمل حالنا ونطلع من هون فورا. لك شبك شو صار لك؟ انتبه وركز معي، حاجتك مثل الجدبة. اسمع لقلك، احسن شي تضل واقف هون ولا تتحرك ابدا، ماشي؟ وانا بروح لحالي بضب الغراض وبيجي فورا. خلص روح خد راحتك اخي لؤي، رح اقعد هون ولا حركة. لك اصحى. ما بيصير تعود هيك، رح يبين انه كان في واحد قاعد هون. خلص انا لما بقوم برتب الصوفاي مثل ما كانت. شبك زودتها لؤي؟ يا حمدي يا روحي، انت شكلك ما بتفهم بهي الامور ولساتك لهلأ ما بتعرف كيف بيفكروا النسوان. لك زينة ما بتنسى شي وبتحفظ كل شي بمخها، يعني مثلا اذا هي المخدة تحركت شوي فورا رح تعرف انه في حدا كان قاعد. فهم علي؟ انت لازم توقف، انا رح ألمسك وانت شو لازم تجمد بأرضك، تمام؟ خليك هيك، برافو، لا تتحرك، حلو، حبيتك، خليك بأرضك، برافو، شاطر.
بس أنا ما حبيت هالوقف منوب، يعني عن جد طلعت حياة العزابي أسهل بكتير من حياة المتزوجين مثلك. يا أخي ريحنا واسكت مشان الله، ريحنا يا زلمي. ألو؟ إيه عم أسمعك طبعاً. لك يا حمار ليش رديت على التليفون؟ لك شو صار لك انت؟ لك يا لؤي عم يحكوا من شركة الانترنت، عم بتقول انه رح تجدد لك الاشتراك مع خصم 300 ليرة بالشهر. معقول انت ما بدك؟ ليش هلأ وقت الانترنت يا خبي؟ لك انت بدك تجنني ولا بدك تجيب لي الجلطة يعني؟ لك انا مشان مصلحتك يا حبيبي، انت بس قول موافق على العقد لمدة سنة وهنن فورا بيعملوا التخفيضات. نصيحة مني ساويها. خلصنا بقى حمدي، انت مو معقول بنوب، حل عني، ما بدي اشترك بنوب، ما بدي بنوب. لك عيب مشان البنت، والله صوتها بجنن وبياخد العقل. ألو يا أنسي، هلأ انت الفرصة اللي عم تقدمي لنا إياها، نحنا قصدا مصرين كتير انه نروح من بين ايدينا، يعني نحنا ما بدنا نشترك. آسف، شكرا كتير إليك، الله معك. لك يا زلمة والله صوتها بيطير العقل. لك انت على فكرة مخك اكيد في شي، وقف عقل ولا تتحرك. يعني معقول إلا لهيك بنت ما بدنا نشترك؟ على قد ما عصبني فضيت معدتي وجعت كتير، خليني أعمل لحالي شي أكلي أحسن من هالوقفة هي. ولقيت كنزتي اللي بحبها كمان، منقدر نروح هلأ حمدي؟ حمدي يا الله هلأ وقته هاد الأجنب كمان؟ حمدي؟ يا عين هالريحة ما طيب. لك مشان الله أنت شو عم تساوي؟ والله جعت كتير يا لؤي، كان في بالبرات قطعة جاتو أكلتها قمت جعت أكتر بكتير. أنت أكيد ما رح ترتاح لحتى تجلطني ما؟ لك رو شو جلطك أخي لؤي؟ ما البرات فاضي ومطبخك ما في شي بنوب. يا عيوني أنت، أنا بقلك ما لازم ينعرف إنه فتنا على البيت وأنت قاعد بالمطبخ ما تركت شي وما بلعت. وشو بك أنت لك حمدي؟ لك خلص كلهم لقمتين عملتهم ناكلهم نمشي. ما بدي أكل، ما بدي، خلصنا امشي، أنا مو ناقصني مشاكل أكتر. يا الله يا ربي ليش انت هيك معصب كتير؟ انا بنظف المكان، بمسح الفرن والارض، بس خلينا ناكل هاللقمتين. يلا نطفو بسرعة لشوف نطفو. هون كان في خرقة، وينها؟ وين صارت؟ يا ولي علينا دخيلك يا ربي، لك انا شو عامل بحياتي؟ انا شو عامل لحتى عم بتعذب؟ انا عم دور على الخرقة. هون كانت، وينها؟ يا الله مسيك مسيك، خد هي هي. ايه لا لا هون وبسها. لك خلص لا تعصب، انا بشيلهم. روح روح هيك روح. لمن لشوف لمن هي نعمه. ماشي ماشي، بوسه وحطها على راسك. لعيونك رح بوسهم كلهم. وهي بوسه ثانيه. شوفي هاد اللي نزله للقاطع، شوفي من هون شايفه؟ بس مستحيل، لأنه هي ما إلها علاقة بالموضوع، هي الدارة مو موصولة بالكهرباء، يعني عن طريق الهواء الدارة بتولد الكهرباء لهون. والهواء عن طريق هاد ما هيك؟ طبعا. هي موصولة بالكهرباء ما؟ أكيد رح تكون هي السبب. خلينا نجرب هلأ. يسلموا إيديك، شكراً كتير. أهلا وسهلا. يعني أول شيء أنا بلشت شغل بالفندق على الكمبيوتر بقسم الاستعلامات، وبعدين بالصدفة تعرفت على صاحب هذا الفندق، وبعدين براتب كبير صرت أشتغل بالفندق تبعه. يعني من الآخر هذا الفندق الكبير اللي شايفتيه أنا مدير المعلوماتية فيه. يا لطيف، قديش تغيرت وقديش طورت حالك بهالفترة وصرت واعي كتير، وأنا بهنيك، برافو عليك. شكراً لألك، أنا لما بسمع هذا الشيء منك عن جد بنبسط كتير. معناتها خلص من اليوم ورايح بطلب منك تصلح لي الكمبيوتر تبعي. هي تكرم عينك زينة خانم، بس هالوضع بجوز ما يعجبه كتير للسيد لؤي. آسف كأنه ضايقتك، ظاهر تجاوزت حدودي. لا صدقيني ما كنت ضايقك بحكي زينة خانم. بصراحة نحنا بدنا نتطلق. شو عم تقولي يا خانم؟
يعني انت متضايق؟ اي طبعا. ليش وعلى طول انت اللي كنت تقلي تركي لهذا الزلمة وتحوم حوالي طول الوقت؟ هلأ ليش زعلت من القصة؟ ما عم افهم عليك ابدا. اي والله حكيك مزبوط، بس انا كنت مفكر انك بتحبي لهالزلمة من قلبك، ولما سمعت الخبر هيك فجأة ما بعرف ضايقني الموضوع. برد الجو، بردت كتير وتأخر الوقت. أنا خليني أطلع لفوق. تصبح على خير. وأنت من أهله. الله وقت كنت تركض وراي، بس شكلها راحت هديك الأيام، وكل شي كنت تعمله طلع كذب بالآخر. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.